سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيئة للنادي الاهلي. يا كابتن سيد مبروك، يا كابتن سيد فوز مهم، مباراه في الدوري زيها زي اي مباراه، لكن الظروف الاستثنائيه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي من الاصابات خلت فيه دوافع كبيره، خلت فيه اصرار. كلامك على طول بتقول اللي يفرق في المباراه دي شخصيه اللعيبه. حابب تقول النهارده اقول الحمد لله؟ طبعا انا قلت اللعيبه دلوقتي مبروك يا ارجى اللعيبه في مصر، مبروك احسن لعيبه في مصر، لكن في نفس الوقت هي مباراه من ضمن بطوله الدوري. بعد يومين عندنا مباراه شرسه جدا مع سموحه، عندنا مباراه في منتهى العنف والقوه مع سموحه، فلازم نستعد لها كويس. احنا حضرنا للمباراه كويس، حضرنا لفرقه الزمالك كويس، احترمنا فرقه الزمالك طبعا، عندنا غيابات كتير جدا جدا جدا، لكن يعني لو اعدلك هي فرقه، يعني لو خدناها من تحت كده الشناوي وما ادراك ما الشناوي، محمد هاني، وعندك ياسر ابراهيم، وعندك محمود متولي وعلي معلول. يعني لو التيم ده او الفرقه دي او المجموعه دي لو لعبت مباراه النهارده ما حدش هيقول حاجه خالص، لان هم اساسي ومنتخبات. في نص الملعب عندي حمدي فتحي، وعندي كريم نيدفيد، ومحمد محمود، واجايه. يعني انت عندك فرقه كامله بتلعب اساسي وبتاخد مترك مش موجوده. لكن هو السؤال هنا، يعني طالما انت دخلت النادي الاهلي لازم تتحلى بشخصيه النادي الاهلي، لازم تتحلى بصفات النادي الاهلي، لازم تتحلى بمقاومات التيشيرت اللي انت بتلبسه، الا واهمها واقواها ان انت يكون عندك شخصيه قويه جدا جدا جدا. ربنا هيديك التوفيق طالما انت مخلص للشيء ده، وطالما انت بتأدي بشكل كويس جدا. الحمد لله ربنا ادانا النهارده وكسبنا، لكن بمجرد ما هنروح لبيوتنا وبكره هنستعد، هيبقى عندنا استحضار واستعداد لمباراه مش عايز اقول اكثر عنفا، لكن هتبقى مهمه جدا جدا في مشوارنا. علي لطفي، ويمكن الحقيقه عايز اتكلم عليه معاك يا كابتن سيد، لان واضح تركيزه الكبير جاي من بعيد بقاله فتره كبيره، لكن زي ما انت قلت شخصيه كل لاعب في هذه المباراه حسمت. تصدي لضربه الجزاء وقياده المباراه كان امر مهم. برضه هرجع واقول انا دايما بقول للعيبه ربنا هيديك في وقت ما، الوقت ده طالما انت مخلص للشيء ده برضه ربنا هيديك في وقت، مش شرط انت اللي تختاره، ربنا اللي هيختاره. اعتقد ان النهارده علي لو لعب مثلا 10 مباريات 15 مباراه مش هيوصل للدرجه ديت، لكن في نفس الوقت فات مباراة الزمالك، فاتت مباراة الزمالك، عدت اوكي هنحتاجها في عدد النقاط بعد كده، لكن هي مباراة طبعا محترم نادي الزمالك وبقدره، لكن مباراة من ضمن بطولات الدوري يعني. شكرا.